السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم اليوم؟ لكم عندي قصة حلوة وظريفة مرة وجميلة وفيها موعظة حلوة. في واحد يقول: كنت ساكن في الرياض أنا وأهلي، وأهل أبويا وأمي في الديرة، وكنا ما ننزل الديرة إلا في أيام الأعياد والإجازات. يقول خذنا فترة وتقاعد الوالد، يقول يوم تقاعد والدي نزلنا الديرة، وإحنا كنا في الرياض، نزلنا الديرة وسكننا في الديرة، شرى أبوي بيت بعد ما جت حقوقه وكذا وسكننا في الرياض. يقول لين لي عيال خالي وعيال عمي، وقمت أنا وصرت صاحبت عيال خالي، وصرت أنا أجيهم وأروح لهم وكذا. أمي كانت تقول لي يعني لا تروح لهم، ما قالت لي يعني وش فيهم، بس قالت تتركهم، يعني خل معرفتك فيهم يعني معرفة يعني سطحية، يعني لا تقعد تتعمق معهم. لكن أنا ما سمعت الكلام، صرت أنام عندهم، وكان في واحد منهم صرت أنا وياه يعني صداقة قوية مرة، كلامي أنا وياه واحد وأكلنا واحد، وصرت حتى أحيان أنوم عندهم خميس وجمعة، صرت يعني صار أخوي ما عاد هو صديقي. وفي يوم من الأيام طلعت أنا ويا ولد خالي المدينة جدة، ويوم جينا مدينة جدة أنا معي سيارة، وأنا رايحين على سيارة قال يبغى لها أغراض من جدة، ورحت أنا وياه لجدة. يقول يوم جينا عند النقطة حقة التفتيش، كان في تفتيش هناك في أمن الطرق، يقول وقفونا وقالوا يلا تفتش. يقول فتشوني، نزلوني وفتشوني وكذا، وهو باقي في السيارة. يقول أول قبل ما أنزل شفت خايف وكذا، وقام يتحرك كثير، لكن قلت يمكن خايف منه يعني من أمن الطرق. قلت ما فينا شيء الحمد لله بننزل. نزلت أنا، قاموا يفتشون السيارة، فتشوا السيارة، قلبوا السيارة، بعدين وأنا واقف كذا ماسكيني واقف ويفتشون سيارتي. يقول شوية قالوا السيارة فيها مخدرات. يقول قالوا سيارتك فيها مخدرات وانت الحين موقف. يقولت انا والله ما اعرف المخدرات ولا اعرف اي شيء يعني المخدرات والاشياء هذه. يقول يقوموني يعني هاوش يتكلمون علي ويقولوا لي انت كذا وانت كذا. يقول اقوم واتمسك في واحد من الرياجيل هذا للعسكر اللي ماسكيني، واقعد ابكي واقول له والله صراحه اني ما اعرف اي شيء انا صراحه عن المخدرات وهذه الاشياء، وانا امي انا ولدها الوحيد، والله صراحة أمي مريضة، والله لو تعرف الشيء هذا تموت أمي، وبيجيها وفيها جلطة يعني يمكن تتوفى بسبتي يعني. يقول أقعد أبكي وأحب يدين وأحب رجوله. قال إذا أنت ما عندك شيء وما تأكل مخدرات ولا شيء، إذا صاحبك هذا أكيد في شيء. يقول يقوم وينزلونه، نزل عاد هو كان في السيارة ونزل، يوم قالوا له انزل، يوم جاي يفتشون السيارة، يقومون يضغطون عليه يعني قاموا يحققون معه ويمسكون ويقولوا له كلام كذا، ويقول لا لله إنه اعترف إن هذه الحبوب له هو. وش سوى قبل ينزل؟ يوم شافني أنا نزلت قام خذ الحبوب وحطها في الباب حق السيارة، ويوم جوا يفتشون فالسيارة لقوا الحبوب في الباب حق السواق. عشان إيش؟ عشان يورطني. يقول وهو ينفذ بجلدة على قولته، يبغاني أنا لي أنسجن وأخذ هذا السجن وأتعاقب، وسمعتي تصير يعني سمعة سيئة. عشان كذا يقول هذا صاحب القصة، يقول هذه القصة بأحد الشباب كلهم يعني يعرفون أن يعني حتى له صديقك ولا ولد خالك ولا ولد عمك ولا صاحبك أنه يقدر يسوي لك هذه المصيبة، اللي هي انه يعني يقدر يحط لك مخدرات في السيارة، يقدر يحطها لك في ملابسك، يقدر يحطها لك في اي شيء، يعني لا تثقون في احد. يقول هذا شوفوا ولد خالي وصاحبي وسوى فيه هذه القصة اللي يعني هي حلوة الصراحة. عشان كذا يقول اتمنى ان يعني الشباب يعني ينتبهوا لنفوسهم كذا، ولا تقول ان هذا صاحبي ولا هذا ولد خالي ولا هذا ولد عمي، يقدر يسوي هذا الشيء. يقول وبعد كذا عادية منا عاد مسكوني وعاقبوني أنا وياه وكذا، وحققوا معنا، وجانا والله من الضرب اللي أنتوا تخبرونه، وقالوا خلاص.
هذه آخر مرة إلك وإلى هو. يقول قام وخذ الأشياء اللي معه، ومتى أنت أكل؟ قال ما أكل يعني لفترة كذا وأنا أكل. شوف أنا كنت عايش معه ما كنت أعرف عنه أنه يسوي هذه الأشياء. يعني لا يغركم شكل الواحد أنه كذا يعني، لكن بعضهم يعني يأكل بالدس. وانتبهوا يا عيال، انتبهوا انتبهوا حتى من أقرب الأصدقاء. وإلى اللقاء وإلى فيديو آخر.